مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين هنا انطلاقة الشوط الثالث عشر المخصص للمفاريد البكار المقدمة والصدارة مباشرة مع المركز الأول. هنالك نوف علي بن سعيد بن حلفان المري مع نوف في مقدمة هذا الشوط بينما النغلة والدور دور المركز الثاني. هنا القدوم من فراعة عبد الله بن سالم فاهد الهاجري مع فراعة في ثاني المراكز. المركز الثالث ثالث المراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنالك من الجانب الأيمن من تحتل المركز الثالث حفلنا الكريم هي الشاهنية أو براقة عبد الله بن محمد بن حمد العيد الكبيسي، ولكن يا سلام حصل تغيير، حصل تغيير من قبل هنا من غيرت على ثالث المراكز نبا محمد بن جابر بن جوير المري مع نبا في ثالث المراكز، وهذه صاحبة إنجازات المركز الرابع. هنا الغدوم من الشعار محمد بن سالم المانعة المري أو الشاعر الكبير صالح بن سالم المانعة المري مع أيضا هنا شعار بلشة صاحبة الإنجازات والصولات في ثالث المراكز، بينما هنا صدام المملوكة للشاعر صالح بن سالم المانعة المركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام. هنالك السدرية حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي وخامس المراكز، بعيد كل البعد ولكن نعود إلى المقدمة والصدارة إلى نوف 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 يا سلام الله 800 متر تفصلنا عن خط النهاية، ولا زالت نوف محافظة بزمام الأمور منطلقة بالمقدمة والصدارة المملوكة العلي بن سعيد بن حلفان المري. يا سلام الله 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 ثاني المراكز الغدوم من صدى 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 مع شعار الشاعر صالح بن سالم المانعة المري. ثالث المراكز هنا شعار حسن بن راشد الجفالي النعيمي مع السدرية. رابع المراكز تحمل رقم اثنين هي فراجة علي بن حمد بن طفلها المري، وتغيير تغيير من قبل هنا من غيرت قبل لحظات هي قناتي سعد بن متلع بن مسلي العتيبي، ولكن خلوني مع الإبداع مع التألق مع الانفراد المميز مع نوف نوف يا سلام الله بدون أي أوامر تذكر العصا في البطان. نتمنى لها أن تواصل هذا المنوال الجيد، هذا الأداء المتميز، هذه الانطلاقة الرائعة. تهانينا تهانينا من المئة متر الأخيرة لمالك نوف علي بن سعيد بن حلفان المري. يا سلام يا سلام الله 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 بدون أي أوامر تذكر انطلقت من ديادية تجارة البدء وهنا تصل إلى خط النهاية. ثاني المراكز صداع صالح بن سالم المانعة المري. ثالث المراكز مشاهدين الكرام المركز الثالث الذيبة علي بن محمد بن محميد المري. رابع المراكز المركز الرابع مشاهدينا الكرام الكايدة سعيد بن راشد الحبيبة، وخامس المراكز خداعة مبارك بن محمد بن صرير المري. تهانينا والناموس.